في الكثير من الأحيان يعني حاجزا دون زيادة عدد الكرات الذهبية بالنسبة لميسي. لكن ميسي يعود الآن ليكون الرجل الأكثر تتويجا بهذا اللقب وليواصل تحطيم أرقامه القياسية المسجلة على مستوى كرة القدم، وليثبت فعليا بأنه إعجاز على مستوى هذه المستديرة. من الصعب جدا أن يتكرر، وبيثبت أيضا بأنه المستحيل الذي لا يمكن. وكيف هو حال برشلونة من بعد ليونيل؟ كيف هو بطولة الدوري من خلال هذا الموسم في كل مبارياته خارج ملعبه؟ يعتمد اليوم من خلال هذه المواجهة والمهاجم الحاضر من خلال هذه المواجهة كرة بمحاولة أولى، لكن أيضا الكرة الماضية مرت في الجانب المقابل، تحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى رمية. أيضا تصدي وإبعاد في توقيت مناسب، عادت في الجانب المقابل على ملعبه بس في أربعة وتعادل في مرتين، يبحث عن التسجيل الآن لكن إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية، ركلة ركنية، كريزمان من أجل أول الأهداف، من جاور السعيد يسعد، من جاور السعيد يسعد، وكريزمان يسجل على الطريقة التي اعتاد عليها ميسي. وفي اللحظة الماضية يتقدم أنطوان كريزمان ويضع كرة في شباك مانولو ريانا، هدف في المباراة الأول يأتي. لكن دائما وأبدا هنالك مشكلة بالنسبة لبرشلونة على مستوى خط الدفاع. سالفا سيفيا يلعب حاضرا دائما في مواجهات ريال مايوركا، كرة بمحاولة داخل المنطقة هي ملعوبة، انطلاقة تأتي من سيرجيو روبرتو لكن إلى حارس المرمى راكي إلى سواريز، تحاول التقدم سقوط حتى ثلاث مرات سابقة، محاولة أمامية والتغطية تأتي من مانولو رينا، مانولو رينا. إن برشلونة تأهل رسميا متصدرا لمجموعة كرة بمحاولة راسية، بوسكيتس والفريقان يتنافسان على الصدارة، كرة بمحاولة، هو كل ما جب طاري الكلاسيكو في الجانب المقابل ينتفض ميسي، كل ما جئنا بطاري الريال يسجل ميسي، يعتاد على ذلك. وفي ليلة الاحتفالية بالبلندو ميسي يضرب من بعيد ويضع كرة في شباك مانولو ريانا ليعلن عن عاشر الأهداف، عن عاشر الأهداف. دايوس ميسي، دايوس ميسي، محاولة ملعوبة سيرجي روبرتو، روبرتو لكن لويس سواريز إلى جونيور، عرضية من جونيور داخل منطقة الجزاء، رصدت وإبعاد، وصلت إلى ميسي، وصلت إلى ميسي، عرضية داخل منطقة القادمة. لكن بداية مميزة لبرشلونة في مباراة اليوم، كرة راسية إلى خارج أرضية ملعب، بينما هنا هدف في المباراة الثانية. يا رجل يا رجل يا رجل، يعني أنا لا أعلم كيف يرى المرمى، كيف يرى لسبع مباريات ومثل منتخب بلاده في بطولة كأس العالم أيضا للناشئين التي لعبت في العام قبل الماضي والتي احتضنتها كوريا الجنوبية. مميز جدا، حلوة الكرة، حلوة الكرة، حلوة الكرة، أوه. في القائم الأيسر، المباراة الأول، هدف المباراة الأول، الصناعة عادت المحاولة إلى ليونيل، ليونيل الآن ملعوب الكرة الماضية وحارس المرمى مانولو رينا يتصدر. ظلهم على الإطلاق في وجهة نظر البعض بل والكثيرين من متابعين كرة فرصة الآن لويس سواريز ضاعت على لويزيتو، ضاع، محاولة في منطقة الجزاء، عرضية تأتي لكن وين سنة كوبو، كرة بمحاولة في منطقة الجزاء خطيرة تأتي، يا سلام، الله 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 الله، بودمير يسجل، بودمير ويضع كرة في شباك شتيغن ويعلن عن تقليص الفارق ليعيد المواجهة من جديد إلى أرضية الملعب مرة أخرى بتقليص الفارق. حائط الصد البشري اللي موجود أمام حارس المرمى مانولو ريانا، كرة أعتقد بأنها لن تلعب بشكل مباشر، ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن نادي الوليد، رباعية على سيلتا فيغو، يبحث عن ثلاثية، لا 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 لا، بارسا في أمان، ميسي يتواجد في كل مكان، يسجل الثالث الآن ويعلن عن هدف آخر، يواصل من خلاله سلسلة الإبداع من خارج المنطقة وبالكيفية
بالكيفية المعتادة إيهرا إلى بارسا إلى متعة إلى سواريز. لا 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 هو ما يجيبها بالساهل. هو يحب الصعب يحب الصعب يحب الصعب. يسجل سواريز كرة في غاية الروعة والجمال في شباك مايوركا. رابع الأهداف للاعب الكبير.